الزدين فراتي قائد كتيبة الصياد. الزدين فراتي قائد كتيبة الصياد. هذا مجرم. هذا سوى. هذا هو الحرق الحارة. كل هذا حرق الحارة وسرق الحارة. هذا كان عميل للأمن. هذا من كم سنة كان عميل للأمن؟ هلا صار وطني هو. حرب حرب. اي بقى ما كانوا بقى بقى وين بقى كان ورا؟ لا مش الحارة بس والله العظيم بقى والله انا موجود هون. اقول لك فلان وفلان 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 اولاد الحارة. قسما بالله اولاد الحارة. راح 17-18 سنة. قسما بالله بدي خبرك خبرية. في اثنين شباب هذول جماعة الاسلام والله العظيم. هي خبرك يا اخي ابو براس ولادك سكرانين هون بالشارع. حال سكرانين. ايوه لا 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 سقف فاتن رب سبرا تمام. ها تمام. ايوه هو الجيش الحر. الجيش الحر. ها خلي تعالوا هنا تعالوا 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 يعني أولي كان فعلاً مظبوط يعني، بس بعد دخل الجيش الحر سوى هالمشاكل هذول يعني إجباري وقفنا محايدين. إجباري بده يتعود هالبيوت هذول. مين اللي يزال؟ يعني لازم من في هلا اللجنة العليا تبع الكرات نحن نقول دستايا بلند يعني هذا على الأساس يجون مثلا المساعدات من تركيا ومن كردستان العراق من اي دوله يعني. انا لا اثق بالبيكيكي نهائيا ولا ما وقع الهدنه معهم ولا ما اجلس على طاوله مفاوضات مع البيكيكي لانه البيكيكي شبيحه للنظام قولا واحدا. راس العين الجيش الحر عندما دخل راس العين، راس العين مدينه سوريه مثلها مثل اي مدينه ثانيه. ودخل راس العين لتحريرها من النظام ومن شبيحه النظام، وسندخل مدن اخرى ان شاء الكريم. الفصائل احنا بغض الطرف عن كل المسميات بالنسبه للكتائب الجيش الحر. لا اعتقد انه الهدنه ستخرق من قبل اي من الجيش الحر، ولكن ستخرق هذه الهدنه من قبل البيكيكي لانه هو ذراع بيد النظام يحركه كيفما يشاء. في اي مدينه تحرر من النظام ومن عصابات النظام راح يشكل فيها مجلس محلي مدني هو يحكم ضمن هذه المدينه ويسير امور المواطنين حتى ان النصر واعلان النصر نصر الثورة وانتخاب ديمقراطي لتشكيل دولة سورية. One airstrike or...
لك المانع علم اسود. ايه. سي ايما كابور ام ديجي راشنا سلاح وديجي بالاساس من ثورات سوري بثورات مسلحه بس براسي يسمى فرض الف راشنا سلاح وايما كابور السلاح هنا بسي مدد ممثل بقوه كي هنا بيتكي حاضر بس جبو بلد كل بفارد جبو دفاعي وهو بنا بريارة عبر توقع عندن يعني بريارة عسكي توقع عندن الرجالات ده توقع عندن وتقيد بينه ويه وأرجع أحد مشاكل في الدرس السوري إنه قواك تاني كاربة عسكريا ومسلم وقواك سياسية تاني كاربة من السوري مسلم أب أحد مشاكل وارد بس إما متمسكة ما شو وقعني في أكتر إذا دائما بري وكي دافاز أي قواك عسكرية سياسية كتنا رجيمك أو نظامك لأن كيجان زمانين كيجان جيد كاربين لأن الخيابة نرينا بده كيف قوة عسكرية بين نري ناويد كارد راشنا سلاح نظام بخك أفغاية تاويبة نظام العاصمية كده نلتك بتكبر الحلبة بتكبر بس نري نعمل تجربة سريك يعني أو جيبة تجربة حي باجار ما باجار كي تنوع كي قومي ديني اثنين در باسكنا جماعات يقولوا تيده ده بسبب فتنة وبسبب أنه كاربج تجربات معيشة دبا ويقوي شيء دبا وأما قلتي أف قامش دو برا بلي بس معارضة قلتي اعتبار بكل باجار يمك كردا كش محرر كش يور ثوري كش يور كتنا نظام ريك بس لا رهشنا سلاح بما أنه إمام ككرد ده أي باجار كي مدر الرجيم سلاح دوشي بدراني كري ومناكج أم بين بسلاح لنا براكك بس وقت ما قال لك باجار رزقار كرم حران من بي سلاح بكاربن وانا قام شوج يك جوان بكاربن رزقار كن بس برا بانا هرر هتقال رجيم بخير رجيم الشامل كذا من قام سيئز مصطلح السيطرة الكردستان العراقي بتنهي بمعنى السيطرة ألف عرضة كردستاني عرضة كرد تاريخي جغرافي يعني انه قصده وين انه مناطقي وانا صدفي انه مناطقي كردة منابع بترولي تيدي يعني نسلط في تاريخ موجود بس بحكم حتى كل سنة عراقية قلت نكريسة حكومة مركزية علاقة كي نسباك وهي نسباك حكومة عراقية مركزية أنجلو بينن بما أنه أمنا دخوازة ميكا كردي من درسو إلى دروجة بادن ندخوازة مي أمبروتك أبابك حتى دخوازة مي يعني أم كملت حقيقي ما هي أم كملتك قومياك زماني وهي تاريخها وهي أنا إدارة باجاري خوب كنو أكيد من بيتر كاربل إدارة باجاري خوب لتي خوب كنو بس براسي ما تشعر نقول ديمي علاقات خوب شاميري وحلبيري وبلادقية وخود بكن أف مفهوم السيطرة سرتش أف تجمع تني أم احترام هكا سيدك احترام ما بقدر إيه ما بقدر إنه احترافك حقوق قيمك أم احترافك حقوق قيمك سيدك شو اتجاهاتي سياسية هو أي نواحي خصوصا شو البرامج اللي سويتها براسي بسبب ثقة سياسية تني وقع هاي السرعة دي أفتوقع توقع المرينة شيء أو شكسر عسكري وإما أما يجي كاري خوفك تشد خدمتها باشر تبي يعني أم نرد رأيش ناس اللي أحرم نافاز الأفشل تمام من السابقة بس ليش ما جاهز هكذا بس لي براسي أم في الحقيقة كان حاضر الديسا نوبي وقتي كي ورد تعديل ما بكم حول بير بك تربص أم يقبل معك لك هي بكتني كم لدي خد أم ديسا دفاع خوفك يعني قوات دنيا كشل ما بفيك أم دفاع خوفك وقوات دنيا كشل ما رجيم شركة سكينة لكن كاس شربة Actually, we are happy to work together as brothers in working in China in the same checkpoint. And actually,
we forget the conflict because they know that they are in wrong and they know they understand the new اتفاقيانا بينا يبقى وجيش الحر تشيبو وخلاص يا واستمرار بك حياة تالي.